لكل مشاهدي قناة حواس، وليلة جديدة وسهرة جديدة من الليالي الرمضانية. هاي الليلة هي سهرة نسائية رمضانية بمختلف الجنسيات. رح نبلش مع أخصائية التجميل فاتن. أهلا وسهلا فيك فاتن، ورمضان كريم. الله أكرم حبيبتي، كل سنة وأنتي طيبة وكل المشاهدين بخير. أنا اسمي فاتن فاروق، من مصر، عايشة بالإمارات من فترة طويلة، وعندي بيوتي صالون بالبزنس بي، وحابة قوي المكان هنا صراحة، والأجواء حلوة قوي وحاسين برمضان، وأتمنى التوفيق لكل الناس، وعايزة أشوفكم بقى تيجوا تزورونا في مركز التجميل، عندنا حاجات كتير تنفع كتير من الناس. نصائح تجميلية لرمضان؟ عندي نصائح كتير، وأولها حلو الصيام، بينفع للبشرة والشعر والجسم، وفي حاجات كتير قوي ومفاجآت كتير اللي يجي إن شاء الله هقول له عليها. إن شاء الله. ميرسي حبيبي. وهلا معنا رشا، بلوجر على السوشيال ميديا. أهلا وسهلا فيكي رشا، ورمضان كريم. أهلا فيكي حبيبتي، الله أكرم. إذا فيكي تحكي لنا على الأجواء الرمضانية لهي الليلة. والله الأجواء حلوة ومستمتعين فيها، نحن بخيمة رمضانة موجودين في باركن في الموتور سيتي، الأجواء حلوة والأكل كمان بيرفكت ما شاء الله. أنت ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، شو في جديد برمضان؟ في شيء سبيشل بتعملوه ولا مثل العادة؟ والله سوف هلا عم بحضروا شيء مشان ال ال ذوي الهمم، بحضروا فعالية أنشطة يعني لذوي الهمم إن شاء الله، وأتمنى يعني نعلن عنها إن شاء الله بوقتها. شكرا لك ورمضان كريم. الله أكرم، تسلمي يا رب، شكرا لك. هلا مع الرسامة ندى الهاشمي. رمضان كريم ندى. رمضان كريم عليكم، شكرا لقناة حواس للاستضافة اليوم. فنانة تشكيلية من العراق، مقيمة هنا منذ أكثر من 20 سنة. شهر رمضان الفنان أكيد يرسم أكثر، لأن يعني بصراحة هو شهر السكينة، شهر فيه النفس تكون فيه صفاء، فيه هدوء مع النفس، فيه خلوة، فلذلك الفنان يكون عطاء أكثر. طبعا دبي تجمعنا دائما، تجمعنا على المحبة التسامح، وإحنا في عام التسامح. رمضان هذا أجمل وأجمل، لأن يجمعنا دائما على المحبة، على المغفرة، تصالح مع النفس، وما شاء الله هنا جميع الجنسيات عايشين في وئام وسلام، والحمد لله أنا سعيدة بتواجدي في دبي، ودبي كله حلم لا يأتي إليك سراب. طيب إذا بدنا نشوف أعمالك الفنية وين نروح نشوفها؟ أنا دائما أنظم معارض فنية، ودائما أعرض مع أرت بلاس جاليري، متواجدة أعمالي دائما هناك، والحين بديت برودكشن أنه أطبع أعمالي على المقات وعلى الكوشن كنوع من الترويج للعمل الفني، والحمد لله لاقت رواج. شكرا كثير لك ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم، شكرا لكم. وهلا مع زائرة هي مصرية وإجت زيارة لدبي حتى تعيش أجواء رمضان، أهلا وسهلا فيكي. أهلا بيكي، ومبسوطة قوي بمعرفتك، وأهلا بقناة حواس. أنا أول مرة أحضر رمضان في دبي، أجواءه جميلة وشبه أجواء مصر يعني. شغلي في مجال الميديا، أنا بروديوسر، عندي شركة فرح برودكشن، وبشتغل في التسويق المسلسلات وبس، والحمد لله مبسوطة جدا أن أنا عرفت جروب حلو قوي، مبسوطة بيهم جدا، وهم اللي حسسوني ان رمضان حلو، ان انا ليا عيلة هنا اصلا. احنا مبسوطين كتير كمان بيكم اليوم وشرفتونا، رمضان كريم. يا نهى تقول لنا عن اجواء رمضان في تونس، يعني انت 7 سنين هنا بس عايزين نعرف تونس عاملة زي هنا دبي ولا مصر ولا ايه، قول لنا. هي الاجواء نفسها في تونس، بس هنا غير، انه جنسيات مختلفة وما فيش فرق كبير، يعني بحس انه بجو العائله مع الاصحاب، ودبي هي بلدنا يعني بنحس بالانتماء ودبي مع الاجواء الرمضانيه وبكل الاعياد، اعيادنا يعني بنحس حالنا ببلدنا. فرمضان كريم لكل المشاهدين، شرفتوني.